السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. لماذا تأخر صرف رواتب الموظفين؟ عضو باللجنة المالية النيابية يجيب. أرجع عضو في اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران إلى إجراءات مدة تحويل العملة، مبينا أن الرواتب سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة. وقال الزرفي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوما كما يشاع. وأضاف أن الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العملة العراقية. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه السبت الماضي وزارة المالية بالإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.